هناك تركيز كبير على الجامع الأيمن من مدينة الموصل، ووعدنا أهلنا في الأيمن بأننا سيكون تركيزنا على أيمن الموصل، سواء عمارة البلدية بلدية الموصل بدأت وتيرة العمل تتصاعد، وأيضا داون تاون تمت المباشرة بها، وأيضا سوق الصاغة تم إحالة المشروع قيد المباشرة، وأيضا المدينة القديمة في طور التحليل والإحالة، وأيضا قرى سراي وباشطابية هي في طور الدراسات، وأيضا اليوم ركزنا على مناطق تل الرمان وكذلك 17 تموز واليابسات الصناعة القديمة. كل هذا من شأنه أن نعيد الحياة إلى أيمن الموصل. من غير المعقول أن يكون التركيز فقط على أيسر الموصل ونترك هذا الجانب، إذا حتى تكون هناك خطوط متوازية بين مشاريع الأيمن والأيسر حتى تكون هناك عودة للحياة. بالنسبة لسوق الأربعاء سنعمل مع مجلس المحافظة أن يكون إيجار هذه المحلات البالغ عددها 220 محل بإيجار مدعوم، حتى نشجع أصحاب الحرف والمهن للعودة إلى هذا السوق، مثلما تقوم الشركات العالمية بإنشاء المولات وإدخال براندات عالمية، نحن نريد أن ندخل براندات أهل الموصل من الصناعات الشعبية القديمة إلى هذا السوق حتى نعيد تاريخ وإرث وحضارة مدينة الموصل.